السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثال آخر عن موضوع line of balance، هذا المثال رقم 4 وأيضا عندكم موجود بالمحاضرات الورقية. هذا العرض سيكون مخصص على حل الجزء الأول، والتكملة سيكون في عرض منفصل. المثال: The construction plan for a house is shown in the figure below. عندنا بالشكل في نهاية السلايد على جهة اليسار يوضح الأرو نتورك اللي يمثل السيكونس للفعاليات اللي تكون منها عندها مشروع إنجاز بيت. الفعاليات هذه هي A, B, C, D, E, F، 6 فعاليات. تسلسلها راح يكون عندنا الفعالية A هي الفعالية الأولى، تليها فعاليتين البي والسي يبدأان معا، ثم تليها فعاليتين الدي والإي يبدأان معا، ثم الفعالية F هي الفعالية الأخيرة. نرجع لمنطوق السؤال. The following table shows the operation together with the estimated man hours required and the team size for each operation with the minimum buffer time between each two activities. فحنلاحظ انه بالجدول على المعطى مع السؤال على يمين السلايد اللي يوضح الفعاليات المشروع من A إلى F. لكل فعالية منطين المان hours اللي هي عدد ساعات العمل باستخدام شخص واحد، مع team size اللي هي number of men per team أو اللي رمزنا لها capital Q، وأيضا انطاني معلومة هنا بصيغة جديدة، انطاني minimum buffer time لكن لكل فعالية قيمة مختلفة. يعني الفعالية A 4 وهي نقصد بيها الفاصل الزمني ما بين الفعالية A والفعالية اللي تليها، وبالنسبة للفعالية B 2 هذا ما بينها وبين الفعالية التاليها، وهي فعالية C أيضا 5 ما بينها وبين الفعالية التاليها وهكذا. نرجع إلى منطوق السؤال. المطلوب prepare a line of balance schedule for a contract of 80 houses. إذا مطلوب إعداد مخطط خط التوازن ل 80 houses based on a rate of build of 3 houses per 2 days. اعتمادا على معدل إنجاز هو 3 دور، يعني 3 houses لكل يوم يعني. وأيضا هذه المعلومة أنطانيها بصيغة جديدة، معدل إنجاز علمنا أنطانيها أسبوعيا لكن هنا خلال يومين. يعني احنا نريد نستخدمها خلال اسبوع، يعني شلون نحولها الى خلال اسبوع؟ خلينا نكمل معلومات السؤال ونوضح لكم. And each team working at their natural rate assuming a 6 days working weekly and 8 hours per day. فاذا كل معدل الانجاز او ساعات العمل وايام العمل، ايام العمل هي 6 ايام اسبوعيا وساعات العمل هي 8 ساعات باليوم. هنا احنا نستفاد انه من معلومة 6 ايام بالاسبوع، فاذا احنا كل يومين نسلم 3 houses يعني منجزة كاملة، فخلال 6 أيام شكد رح أسلم؟ معناتها 3 houses أول يومين، 3 houses ثاني يومين، و 3 houses ثالث يومين، فيصير عندي خلال 6 أيام 9 houses، فيكون معدل الإنجاز الأسبوعي هو 9. هذا أيضا حنوضحها بالحل إن شاء الله مرة أخرى. مطالب السؤال هي مع line of balance هو المطلب الأول what is the overall duration of the project، معدل إنجاز الكلي أو الزمن الكلي لإنجاز المشروع، وإحنا قلنا ممكن تجي بصيغة finish time, completion time أو overall time أو duration، كل هذه معناتها الفترة الزمنية الكلية اللي يحتاجها المشروع للإنجاز الكلي. الاثنين عندنا the date of the end of construction of the house number 30، يريد تاريخ إنجاز أو نهاية إنجاز أو إنشاء الدار رقم 30. تقريبا هاي احنا طريقة الحل اخذناها بالمثال رقم 3 تقريبا نفس الطريقة وحنكررها هنا ايضا. وعندنا الخطوة الثالثة او المطلب الثالث هو after the completion of the house number 30 the contractor decided to release two teams work from the activity F. هنا اقول after بعد انهاء انجاز الدار رقم 30 المقاول قرر يقلل عدد التيمز أو فرق العمل اللي تشتغل بالفعالية F بمقدار يعني بمقدار فريقين، يعني يعفي فريقين عمل من مهام تنفيذ الفعالية F. الفعالية F هنا ننتبه هي الفعالية الأخيرة، فيقصد بيها في مرحلة نهائية للمشروع. فهذا عندنا حالة جديدة نحاول نركز عليها بهذا المثال. Find the new completion date of the projection. فإذا حال إحنا قللنا فرق العمل بمقدار فريقين نتوقع انه معدل الانجاز راح يبطأ، وبالتالي التاريخ انهاء المشروع راح يتاخر عن التاريخ المفترض ان يكون. فهذا شو راح نحسبه؟ هذا حنوضحه بالخطوه الاخيره بحل السؤال. راح نبدا هسه احنا نحل السؤال طبعا بعرضين منفصله حسب انه يحتاج وقت. العرض الاول راح يكون مخصص للعمليات الحسابيه وجزء من رسم اللاين اوف بالانس.
العمليات الحسابية بعد ما ثبتنا المعلومات اللي نحتاجها بالسؤال وهي أصلاً معطاة رح نبدي بحساب capital G. الكابيتال جي أو theoretical gain size حتى أحسبه أحتاج الريت أوف برودكشن الأسبوعي، وإحنا نتذكر من شرحنا السؤال قلنا الثاني معدل الإنجاز خلال كل يومين، قال 3 houses per 2 days، فحتى نحوله إلى أسبوعي فإحنا نعرف لازم نعرف عدد ساعات العمل أو عدد أيام العمل بالأسبوع، وعدد أيام العمل بالأسبوع كان هو 6 أيام، فمعناتها إنه إذا كل يومين أسلم 3 houses فخلال 6 أيام رح أسلم 9، وعشان حسبناها قلنا rate of production رح يكون هو 3 houses per 2 days مضروبة في كم يومين بالست أيام، احنا 6 أيام عمل بالأسبوع فكم يومين بيها، رح نقسم 6 على 2 يعني 3، فتنضرب 3 في 3 9، أو مثل ما حسبناها من شرحنا السؤال قلنا إذا أول يومين أسلم 3 houses، ثاني يومين 3 houses صاروا 6، ثالث يومين أسلم 3 houses أيضا صاروا 9. فهذا هو rate of production الأسبوعي. حستفاد من عنده حتى أحسب الـ theoretical gain size اللي هو الـ capital G، فعندنا المعدل إنجاز الأسبوعي مضروبة في الأم على عدد أيام العمل بالأسبوع مضروبة في عدد ساعات العمل باليوم، ويطلع الصيغة النهائية هي 3M على 16، فمعناته الفعالية أي أضرب الأم اللي هي 204 في 3 على 16 يطلع الناتج 45، وبنفس الطريقة أحسبها للفعالية ب 140 مضروبة في 3 على 16 يطلع 26 وربع، وبقية الفعاليات نفس الطريقة أيضا حسبناها. أستمر بالحال أحسب قيمة small g. small g قلنا هي الرقم المقرب، هو رقم الكابيتال جي المقرب والمفروض أن يكون من مضاعفات الكيو اللي هي team size العمود الثالث. فمثلا عندنا الفعالية أي team size هو 5، فكم فريق عمل أحتاج حتى يوصل السمول جي إلى 45، حتى يوصل عدد العمال كله 45، إنه رح نحتاج 9 فرق عمل، 9 في 5 45، فالسمول جي طلع 45. أما بالنسبة للفعالية بي فعندي فريق العمل بي 4 عمال هذا بالعمود الثالث، وأني أحتاج عدد عمال كلي 26 وربع، فمعناته أنا كم فريق عمل أحتاج حتى يوصل تقريبا عدد العمال 26 أو رقم مقارب إليه اللي هو small g، فرح نقول إنه إذا استخدمنا 6 فرق عمل رح يكون الرقم 24، وإذا استخدمنا 7 فرق عمل رح يكون 28، يا الأقرب لل 26 ربع 26 24 أو 28، طبعا ال 28 أقرب فنستخدم small g 28. أكررها للفعالية سي حتى تتوضح أكثر. عندي فريق العمل واحد ب 6، الكابيتال جي عندي 45، فكم فريق عمل أحتاج حتى يوصل السمول جي إلى رقم مقارب ل 45؟ أحتاج أما 7 في 6 42 أو 8 في 6 48، الرقمين قريبة أنا رح أختار ال 48. وبنفس الطريقة أكمل بالنسبة لفعاليات الـ D والـ E والـ F. الخطوة التالية هي حساب قيمة U capital U واللي هي حتكون معدل الإنجاز الأسبوعي مضروبة في small g على capital g، فبالنسبة للفعالية A رح يكون عندي 45 على 45 في 9 يطلع عندي، أما الفعالية B فعندي small g 28 على capital g 26 ربع مضروبة في الناتج 9.6، وبنفس الطريقة أحسب capital U للفعاليات المتبقية. الخطبة التالية هي حساب قيمة T duration لكل فعالية. T هي M على معدل عدد أيام عدد ساعات العمل باليوم مضروبة في الـ Q. الـ Q عندي هنا مثلا بالنسبة للفعالية A الـ M عندي لها 240 على 8 في الـ Q اللي هي 5 يطلع الناتج 6، طبعا ما ننسى نقرب الأرقام إلى أعلى رقم صحيح. الفعالية B الـ M هي 140 تقسيم 8 في الـ Q اللي هي 4 يطلع الناتج 4 point something، احنا نقربه الى 5، وبنفس الطريقة نحسب لبقية الفعاليات وايضا نقربها الى اعلى رقم صحيح. يبقى عندنا الكابيتال S، هاي القيمة الاخيرة اللي احتاجها. القانون اللي استخدمه هو N-1، انا عندي الN كانت هي 80 houses، minus 1 79،
نضربها في عدد أيام العمل بالأسبوع اللي هو 6، نقسمها على capital U واللي هي مختلفة حسب الفعالية، فتطلع عندي مثلا الفعالية A نقسمها على اليو اللي هي 9، يطلع الناتج 53، يعني هذا الرقم المقرب إلى أعلى رقم صحيح. للفعالية B مثلا نطبقها نقسمها على اليو اللي هي 9.6، يطلع 49 point something، إحنا نقربها إلى أعلى رقم صحيح اللي هو 50. ونكمل بالنسبة لبقية الفعاليات. هسه خلصنا الأعمال الحسابية، رح ناخذ المعلومات اللي نحتاجها ونثبتها أمامنا هنا مع المخطط لوضع تسلسل الفعاليات، لأن عندي مرتين فعاليتين تعتمد على فعالية، هاي حتى لا ننسى نثبتها بالمخطط. المخطط راح يتكون من المحور العمودي number of units مع المحور الأفقي السفلي time، والمحور الأفقي العلوي أيضا هو التايم لكن بسكيل مختلف. ونبدأ بالفعالية الأولى اللي هي فعالية A، وإحنا قلنا تبدي من زمن يساوي 0 إن ثبت بالمحور الأفقي السفلي، ونجمع ويا الأس لنفس الفعالية اللي هو 53، راح يمثل هذا 53 موعد بداية تنفيذ الفعالية A للوحدة الأخيرة، ونوصل بيناتهم. ثم نجي نحسب موعد نهاية تنفيذ الفعالية A لكل الوحدات، الوحدتين الأولى والأخيرة. أولا الوحدتين الوحدة الأولى حيكون هي 0 زائد الدوريشن اللي هو 6 يطلع 6، والوحدة الأخيرة 63 زائد 6 يطلع 59، نوصل بيناتهم. هذا هو مخطط الفعالية A. نجي هسه الفعاليتين ال B وال C. ال B وال C هي فعاليتين، اثنين المفروض يبدأان معا. تاريخ بدايتهم راح يكون هو بحساب بتحديد المينيمم بفر تايم، هل هو بالمحور الأفقي السفلي أو العلوي. طبعا هنا قلنا راح ناخذ المينيمم بفر تايم للفعالية السابقة اللي هو الفعالية A، فحيكون هو 4، لكن أثبت بالمحور الأفقي السفلي لو العلوي هو هذا حيقرر ال U. راح نشوف هنا بالمعلومات اللي عندي النتائج اللي حصلناها للفعاليتين ال B وال C، ال U نفسها ايضا التي نفسها وايضا الاس نفسها، وهذا معناته انه المخطط للفعاليتين راح يتطابق، وهذا حنلاحظه هسه بنكمل الرسم. فهنا راح نبدي هسه بما انه اليو للفعاليتين البي والسي اعلى من 9 اللي هو للفعاليه اي، معناته انه حتكون معدل تنفيذها اعلى، فلذلك راح يكون المينيمم بفر تايم حنثبته بالمحور الافقي العلوي. فنجمع الاربعه المينيمم بفر تايم للفعاليه اي مع موعد نهايه تنفيذ الفعاليه اي اللي هو 59 63، نطرح من عندها S للفعالية B واللي هو نفس الفعالية C يطلع عندي 13، ونوصل بيناتهم. هذا هو يمثل مواعيد بداية تنفيذ الفعاليتين ال B وال C لكل اليونتس. نجي هسه المواعيد النهاية، راح نجمع الدوريشن اللي هو مطنياها 5 للفعاليتين ال B وال C نفسه، مرة مع موعد البداية لتنفيذ الفعالية ال B وال C للوحدة الأولى، ومرة للوحدة الأخيرة. فبالوحدة الأخيرة يطلع عندي 63 زائدا 65، الوحدة الأولى 13 زائد 5 يطلع 18، ونوصل بيناتهم. هذا هو مخطط الفعاليتين ال B وال C. D وال E فهنا حنلاحظ أنه أيضا يبدأان معا، لكن معطيات السؤال تبين أنه أو النتائج اللي حصلناها تبين أنه قيم ال U وقيمة ال S مختلفة، فهنا راح نشوف راح يصير يعني عدم تطابق بالفعاليتين، وهذا حنوضحه الان. حتى نرسمه احتاج احدد البفر تايم، وهنا اخذ الفعاليه السابقه. وهنا بهالحاله عندي نلاحظ هاي ملاحظه انه عندي فعاليتين سابقه وليست واحده، وكل وحده من عندهن لها مينيمم بفر تايم يختلف، للبي 2 وللسي 5، فيا اختار الاثنين والخمسه. بما انه هنا هو مينيمم فأنا حختار الخمسة، يعني الخمسة إذا طبقت على الفعالية بي ما حيصير عندي مشكلة، يعني عندي المينيمم هو 2، فالخمسة أعلى من عنده فما عندي مشكلة، لكن لو أختار الاثنين وأطبق على الفعالية سي راح يصير عندي هنا مشكلة، لأنه المينيمم بالنسبة للفعالية سي هو 5، والاثنين أقل من عندها فهنا حصير مشكلة، فإذا أختار الأعلى اللي هو 5، أجمعها مع الموعد النهائي الفعاليتين البي والسي الوحدة الأولى والأخيرة. هنا نشيك اليو، اليو راح نشوف هذه الفعاليتين الدي والاي اقل من الفعاليتين بي والسي، يعني معدل الانجاز ابطا، يعني انفذه او اطبقه بالمحور الافقي السفلي للوحده الاولى، فيصير عندي 18 زائد 5 23، اجمع وياها الاس هسه للفعاليه الدي اللي هي 55 يطلع عندي 78، اوصل بيناتهم، وبعدين احسب النهايات اللي حنجمع وياها التي اللي هو 7 فيطلع عندي 30 ب 85، اوصل بيناتهم هاي الفعاليه دي. اما الفعاليه اي فنفس البدايه اللي هو 23 بس اجمع وياها 56 هنا الاس يطلع عندي 79،
وأوصل بيناتهم. هنا خليته منقط حتى أميز عن الفعالية دي. وبالنسبة للموعد النهاية نفس الدوريشن 7، فيطلع عندي النهاية 86 أوصل بيناتهم. فصار هذا هو مخطط الفعالية إيه اللي شوية انحراف عن الفعالية دي بمعدل يوم واحد فقط. هسه نكمل بعرض قادم لأنه وصلنا للحد الأقصى.